حواليا. انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة. انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحملة رزالتك. انا قلت لك مالكيش قعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما تردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفتحيني وتدعيني شويه السكان معفنين انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك. وانا انا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيراني الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. مش هتلينا مسوق جرايه يا بنتي. ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي اه يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي، وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني، ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنيه اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. اه رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه، بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي لما بقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكثر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ اه يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايده. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك. خد ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال، الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانة فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرمية دي؟ ده انتي لولا الملامة عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي ببيتي. بيتك؟ وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا ولية خلي عند اهلك دم، ده لسه لحاجة تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزة ايه؟ محصورة وعايزة اخش الكبانيه. يو ايه النقلة دي؟ امي يا اختي، دي حارة مجانيه. اتفضلي. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي ما انفكيتي يا بعيدة. والله لا افرجك يا قارية. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشنا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال؟ جكتعون، إن كنت تريدين السكنة أظبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما أوصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب أوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين أوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم، إيه الغريب فيهم بس؟ أنا ما أقصدش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب.
كنت مستعجلة أنت أول مرة لفاتت. ما هو زي ما أنت شايف أنا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر أقفله خالص، فعشان كده. بس أقولك على حاجة، أنا كنت مبسوط قوي شوية اللي قعدناهم دول صراحة. وأنا بجد، بس أنا عايز أسألك سؤال. قولي. يعني أنت أكيد شفت وقابلت بنات كتير، إيه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ أنت عايزة الصراحة؟ أنا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي، وكل ما أحاول أشغل نفسي بأي حاجة ألاقيني برضو بفكر فيكي وعايز أشوفك. عندكش تفسير بقى للحالة دي؟ أنا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان أنا بتكسف، قولي بقى، أنت جاي بس عشان تقولي الكلمتين دول؟ وأنا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، أي كلام تلكيكة يعني، عشان لما نزنق أقولها على طول. طيب والتلكيكة إيه المرة دي؟ الواد ده اللي كان جايله استدعاء النيابة، خطيب قريبتك. هيمة إبراهيم، ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكة، وبعدين معارفه كلهم مسجلين، وبعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني أقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني أحسن. بتحبه؟ يا ستي أنا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للإنسان الصح. يعني مينفعش أنا أشوف واحدة مثلا مسجلة ولا محكوم عليها بعشرة 15 سنة وأحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوة بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوة بيا، انت ما اشتريتنيش على فكرة. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش، خلاص بقى ما تزعليش، انا كنت متقل حبتين خلاص. بعدين انا لما شفت النمر بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي، انا خفت عليك انت. انا لو جرى لي حاجه انت هتعملي ايه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى انا خايف عليك قد ايه وبحبك قد ايه. بس تزعليش عشان خاطري. هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ مفروض أعيش إزاي يعني؟ زيك كده؟ زي؟ هو محدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي؟ يا إما تعيشي زي، يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده؟ بقولك إيه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. ألو؟ أي ياسر بيه، بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة. هو ما بيعملش حاجة غريبة، بيبقى قاعد كتير على الآيفون وبيلعب جيمز، بيكلم واحد اسمه أبو طالب بيه وبيقول قضية وأسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب أوكي حاضر، هعرف أقولك. أوكي حاضر حاضر، ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك، رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني، وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار، انت يا زفت انتصار.